تأخير الأذان هذه مسألة مهمة جدا. إذا بينت اللجنة لأي سبب أخروا الأذان وانت اقتنعت بهذا السبب وعندهم لجنة أعدل من اللجنة الأولى التي وضعت التقويم الأول، يمكن أن نقول هنا لأحد الناس أن يتبعوا. أما والله هيك وخلاص رقدوا نادوا قالوا لا والله زيدوا الفجر ربع ساعة بايع علاش يا جماعة الخير، لا والله هيك زيدوا ربع ساعة وخلاص، فيحرم عليك اتباعهم هنا في هذه الحالة. طيب في الصلاة ما عندناش إشكالية أنك تأخرها ربع ساعة لأنك قاعد ما وصلتش للإسفار وقاعد في بداية الوقت، لا حرج. لكن أن تفطر بعد الأذان الأول وهو وقت صيام، هذه هي الإشكالية اللي عندنا. وبالتالي إما أن يبينوا لماذا أخروا هذا الوقت إلى ربع ساعة وبلجنة تكون أعدل من اللجنة الأولى على الأقل، إما أن يبينوا هذا الأمر، وإما لا تجب طاعتهم في هذا الأمر لأن هذا أمر شرع. لا تقول لي راه ولا رئيس بلاد ولا غير رئيس بلاد، راه إن شاء الله بقى كان جانا رئيس بلاد قال نفطر الساعة 5 في العصر نفطر عادي، نقول والله ما دام رئيس بلاد نفطر، لا كلام هذا راه ما يمشيش. لا طاعة إلا في المعروف ولا طاعة لمخلوق إلا في معصية الخالق، وهذا حديث. واللي أكثر من حديث أنك لو أجبته في عبادته صار إلها لك، كما ورد في حديث عدي بن حاتم لما قال تتخذونهم أربابا من دون الله، قال لا احنا ما نعبدوش فيهم، قال احنا نعبد في الله، قال لأن كان نصراني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حرموا عليكم الحلال حرمتموه وإذا أحلوا لكم الحرام استحللتموه؟ قال لا، قال تلك عبادتهم. فأنت لما تجي أي حاجة يقول لك بتاخذها هيك وخلاص، رأوا هذه عبادة على حسب الحديث هذا إذا كانت في معصية وكانت المعصية متحققة. فالنصيحة الآن هم الآن ما يبوش يجوك يقولوا لك افطر بالسيف عليك، راو باش تقول لا والله يدوروني ولا نخاف، انت راقد في حوشكم يندري بيك في حد. فأمسك من الأذان الأول إلى أن يتضح، إلى أن يتضح أنهم قاموا بالتعديل بطريقة شرعية صحيحة أو هكذا تتبعا للأهواء فقط.